لحمه لا لحم ولا فما بيوع. اللحم ناقص برشا والبيوع ناقص برشا. اللحم ياكلوا كان الزوالي، المركان دي ما ياكلش اللحم خاطر يخاف على السكر والشحم، الزوالي ياكل خاطر يحرق يمشي ويخدم، فهمت؟ والمركان دي نهار كل يضرب في النوم. الفترينة نتاعك فارغة، بعت على بكري ولا ما فماش سلعة؟ ما فماش سلعة، دي توا حليت، خليتكم هذاك توا حليت، فماش سلعة وما فماش بيوع، أنا هاك تشوف في قاع. اليوم حد نورمالمون فما إقبال كبير من المواطنين. أنا كنت نخدم في النهار 30 كعبة علوش في النهار مباح، نهار حد والسبت، والله ورحمة بابا، ذبحت كعبتين علوش. تو عندهم ثلاثة أيام، أقسم بالله ثلاثة أيام. أقسم بالله ثلاثة أيام عندي، ثلاثة كعبتين مش كعبتين علوش. وقت شوف ها الدنيا أسمع، نزلوا على الزوالي، نزلوا على الزوالي. فهمت؟ نحس فيك موجوع مسيو. موجوع برشا. برشا. موجوع برشا. وربي يقدر الخير. وضعية الجزار في تونس شنو حوالها؟ فلس الجزار مشى. الجزار. كان تعز خدمه واشرف خدمه، توا اسقط خدمه هي الززار، عندك الززار والحوات والدجاج، هذوما مساكن يقاسيو في المرار، اجي نوريك الفريجدير، نحلك الفريجدير شوف. هاي هاي تعرف ساقين علوش؟ علاش هكا فارغ الفريجدير؟ اللحم غالي برشا. مش حاجة توجع القلب نهار حد وانت فريجديرك فارغة؟ توجع القلب، أنا مريض، أنا مريض، فهمت؟ ما إلا غالب، مش تحب تعمل؟ الله ما عنديش خدمة أخرى، تو كان عندي أنا صنعة أخرى في إيدي، تو نخدمها. ما عندي كان هذيا، أنا بابا ززار وعزيز ززار وعمومات ززار، فهمت؟ هلا غالب. الاسوام نتاع البقري والعلوش كانت كلها في المتناول، كل قدير وقدره، اللي ما ينجمش يولي ياخذ شويه. الزين خلى لحم البقري ب 8000، لحم العلوش ب 11000، الزين 2010. انا نخدم، انا كنت نبيع وقت الزين 10 15 كعب علوش كل يوم. توا قلت لك كعبتين علوش، ها هامك كعبتين علوش، والله ورحمة بابا عندهم توا ثلاثة ايام ما كملتهمش. ما زالوا ها هم. ها 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 ها. واليوم ما كنتش نحل على الطريفات هذوما، نكملهم ونمشي نروح في البرك شد داري خي. مسكين الزوالي. ما عادش عندك صناعة؟ منين الصناعة؟ أنا صناعة. فاتورة الضو جاتني ب 420 دينار. شهر مسكر، خدمت كان شهر. ما هيك. ها هيك وريها بلاها وريها 420 دينار الضو شهر مسكر، راني كنت مسكر نحل نمرض نسكر نرتاح. ها هو الماء والضو برشا ضغطه، برشا 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 ضو والماء، فهمت؟ وهذا راهو والله ورحم بابا كنت مسكر راهو شرطة. احنا الززار القدم هذوما المسامر القدم اللي كيفي جاب ربي خباو حويج هكا قاعدين ناكلوا فيه. اما مساكن الشبيبه هذوما مساكن، مساكن شبيبه مساكن تو معناها انا تو ما عنديش صناع ويمشي يخدم مسكين برشا راهو زازار مساكن اللي يخدم في المرمه واللي حرق. ما عندناش عجول في تونس، ما عندناش سلعه بطبيعه. العلفه غليت برشا، العلفه غليت برشا، يا ويح الفلاح راهو تو برشا يقول لك فلاح فلاح، هو مسكين فلاح. البقر نتاعو الكل باعو، بقر الحليب باعو، فهمت؟ انا عندي صاحبي عنده كوري نتاع بقر في سسمه في العاليه، يا ودي قد المرشي هذا مرتين، فارغ مسكين، فهمت؟ يا شكري قلت له الدوله جات لاهيه بالفلاحه. لو كان الدوله جات لاهيه بالفلاحه ما خربوها. قدامنا لهنا الاسوام نتاع العلوش والهبره ونتاع البقري ب 33 دينار، اش قولك في الاسوام مسيو؟ اسوام خياليه، اسوام خياليه، المواطن يشوف بعينيه ويتعدى. واضح وقتي؟ علاش اسوام خياليه؟ كل شيء يطلع. تمشي للززار يقول لك انت السلعه غاليه، تمشي للفلاح يقول لك سلعه غاليه. ما فهمتش، ما عندي شكون الحكايه، انت ليش شكون متسبب فيها؟ لا المواطن، لا الززار، لا الفلاح.
ما فهمتش الدولة ويني؟ ما يشخيم أبو جيفة الدورة تاع الدولة وين؟ نورمالمون هي اللي تعدل الأسعار، ثم مراقبة ثم اقتصاد وثم وين؟ فما حتى حد، المواطن المسكين هاك تشوف فيه، فهمني؟ يتعدى يشوف بعينيه ويتعدى، ما عندوش قدرة باش يش، كل شيء غلي، ما فماش مسكين مواطن حتى اللي باش يقف في مقدوره باش يشري، يشري طيل ويراو، تبدا عنده عائلة مسكين باش يعمل؟ يصدموا عليها ذيب باش يعمل؟ زوالي يعلم به رب، فهمني؟ قيد الطاقة الشرعية للمواطن التونسي في الحضيض. الله غالب ليه كان ربي مسكين زويل خاصة زويل ليه كان ربي. أنت شنو باش تاخذ توا؟ أنا مازلت أنت اللي نشوفه بعيني والله أعلم. وبعد تقرر؟ من بعد نقرر بطبيعة الحال، إنسان حسب الميزانية اللي عنده ما نجمش. كيلو ولا زوز؟ لا صايبيس كيلو ولا زوز؟ إيه إيه يا راك فرحة. في البلاد هذه كيلو كيلو علوش 33 دينار. يعني 66 دينار زوز. الله يرحم بيك، أنت كي تخلط على رطل تسمى صلكتها في البلاد هذه. هذا كان خلطت عليه علوش مثل النورمالمون مثل التونسي مثل التونسي البسيط مثل من العيد للعيد هذا كان خلطت عليه. المفروض اليوم حد معناه نهار تصنيف وقصة بالاسم بالاسم ما عادش المواطن التونسي باع 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 صحيح نظفوه ما خلاو له شيء مواطن التونسي ما خلاو له حد شيء مسكين تشوف اللي يقف قدام الحوايط قلت له كيلو تريليا قلت له ب 14000 هذه جويده جيده تريليا جيده ب 14000 مش 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 كيلو لحم ب 33 دينار. دي نحكي لك على السرق ولا ما عدنوش سرقتها بدينار وصلت، اش مازالوا خيتي؟ خليت الدنيا ما عادش فيها، ما فهمتش انا وين المراقبه؟ وين وزير التجاره، وزير الاقتصاد، وزير الفلاح، هذوما الكل الدوره نتاعهم وين؟ مو هما يقوموا بتعديل الاسعار ولا؟ وينهم؟ ما فماش. ما فماش رقابه. ما ريتش انا. قد ما ندور في المارشي ديما نمشي ونجي في التناقضي وكذا ما ريتش حتى كنترول قدامي هاو زازار هاو خضار هاو كذا ما ريتش حتى مراقبه مثل لا صحيه لا اقتصاديه. الاسوام نتاع الحم عندك هوني قل لي. انا الاسوام عندي رخيصه بالكل. الحبره قداش؟ لا ما عنديش حبره، انا عندي الحم راس كرشه هرقمه فهمتني وكلهم رخاص، كل السوم 10000 اغلى حاجه ب 10000 فرنك، يعني كيلو الحم راس ب 10000، كيلو هرقمه ب 10000، كيلو كرشه 3000، 3000 و500، 2500 اسوام فهمتني، يعني اسوام منعش نتاع زوالي ارخص ما تجيش بالطبيعه. كرشه ب 3500 منعش صافيه، ليش ليش حمله حتى شيء كرشه صافيه ب 3500 وقالتها ب 2500 2500 كيلو يبدا بالمصران هذيك مخلطه شوي شوي ب 2500 ساعات نقول لك زوز كيلو مثلا ب 4000 فرنك الكيلو ب 2500 زوز كيلو ب 4000 فرنك. وري المواطن يدخل بحذا الحانوت نتاعك يتنفس شويه يلقى اسوام ياكل ويشري ياكل ويشري في كل شيء في كل شيء. الهرقمه موجوده هكا على الطاوله موجود ب 10000 فرنك قبلك عليه 10000 فرنك قبلك محطوط عليه ب 10000 زادت سومها. لا بالعكس بالعكس زدت نقصت هي كانت ب 12000 رجعت ب 10000. مواطنين يقول لك بيع لي ب 200 غرام هرقمه كهو بثم معليش ثم ثم موجود يقول لك اعطيني مثلا اعطيني ب 2000 اعطيني ب 3000 اي عادي عادي ياخذ ياخذ بعدين اللي هنا يتباع سنة طيب قديش هذوما؟ كيلو دينار ولا ب 2000 مواطن ياكل حاجة هكا؟ ياكل يعملوا بها برود هذايا العظم مش الحم. يعطيك صح 17500 لسان لسان البقري لسان تاع البقري؟ اي لسان البقري ب 17500 والذيل ب 17500 مسيو يهديك نحكيو على لسان تاع بقري لسان اي 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 لسان لسان ب 17500 والذيل ب 17500 اما الراس ب 10000 الكرشه ب 2500 انا قلت لك يا بتاع البقري غلاو مش غاليين تو مش غاليين يا اخي باش تاخذ لسان هبره صافي ما فيش ولا عظم لا حتى شيء ب 17500 غالي مش غالي يجيش ب 10500 تو